مشوار بدأناه مع بعض ومصممين إننا نكمله مع بعض، زكاتك السنة دي لصالح جمعية البر والتقوى المصرية. علشان مشوار بدأناه مع بعضنا، ناويين إن شاء الله نكمله مع بعضنا زكاتك السنة دي بإذن الله مع جمعية البر والتقوى. أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمارة الخير. النهاردة ليلة 25 رمضان، ولعلها تكون ليلة القدر. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة ويعطي رقابنا جميعا من النار يا رب. في الحقيقة أنا مبسوطة جدا جدا من رد فعلكم وكل اللي متابعين البرنامج على حلقات مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولادكم فرحة كبيرة لينا ولكل المسلمين. لما طفل صغير يبعت لي ده أنا اتعلمت الصلاة، أو اللي أنا اتعلمت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا فخورة بيكم جدا جدا جدا. والحمد لله اللي كنا سبب ولو صغير قوي اللي حد يصلي أو يقرأ قرآن أو يعلم ولاده الصلاة. أولادنا زي ما احنا قلنا ده مشروع عالم مسلم، يعني عالم بأمور الدين وأمور الدنيا، عالم يعرف يعني إيه معية ربنا، يعني إيه الصلاة، يعني أبويا هو قدوة ليا وأمي هي قدوة ليا، بتعلم يعني إيه دين، يعني إيه قرآن، يعني إيه منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحلى الحاجات اللي جات لي فيديوهين لأب وأم بيعلموا ولادهم الصلاة، ودي أول مرة كانوا يصلوا فيها، فخليني أشوف معاكم بيصلوا إزاي وإزاي بيعلموهم الصلاة. يمكن ناس كتيرة قوي قوي تعمل زيهم، وتبعتولي برضو لأن ده بيفرحني جدا وبيعلم ناس تانية. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. فاتونا وسلامنا وحنيننا يا رسول. الفيديو ده لطنط أميرة أميرة الخير. يلا تعرف تصلي يا يوسف؟ اه يلا تفضل. يلا الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله. ما شاء الله، اللهم بارك. يعني بيسعدوني يعني أول مرة يصلوا، يمكن في كلمات بسيطة بس يعني مش بينطقوها بشكل صح، بس هم حاولوا يعملوا حاجة، حاولوا يعلموا أولادهم الصلاة. عايزة أقول لكم دي حاجة بيسموها علماء النفس الروابط الذهنية. يعني إيه الروابط الذهنية؟ يعني أنا ابني، أنا منطقة الأمان بتاعته، أنا لما بقول له حاجة بياخد مني الكلام، ولما بياخده بينفذه زي ما هو. يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا كلنا لما بنروح عند حد أو بنبقى ماشيين ونشم ريحة حاجة معينة، يقول لك آه والله ده ريحة الأكل ده زي ريحة أكل أمي. أمشي في مكان معين، المكان ده أنا مشيت مع أبويا فيه. حاجة اسمها روابط ذهنية، حدث بيحصل وبيتربط في ذاكرة الولد أو البنت من وهما صغيرين في الماضي، وبيأثر عليه مشاعره بالسلب أو الإيجاب. فخليك أنت إمام في بيتك،
خليك انت اللي بتأثر على ابنك او بنتك بشكل ايجابي. يعني ايه؟ يعني انا بعلمهم الصلاة، يعني يقولوا الله اكبر، يعني يمشوا على نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني انا لو علمتهم وهم صغيرين الصلاة، ده هيكون صلاح لحالهم بعدين؟ اه، حتى لو هم مش ما مشيوش على الطريق، لان البني ادم بطبعه خطاء، لو هو ما مشيش او ما مشيتش على الطريق هيرجع تاني. في حاجة اسمها الضمير، الضمير ده برضو رابط فكري، ما هو اصل ابويا وامي علموني الصلاة وعلموني المكان اللي عايزه ربنا ابقى فيه والمكان اللي ما يحبوش ربنا ما بقاش فيه، واللي انا اعمل اللي يرضي ربنا عز وجل. فبيخلي عنده ضمير، والبنت عندها ضمير، ده اسمه الروابط الذهنية، بيبقى في مخ البنت او الولد من وهم صغيرين من الاب او الام، بيترسخ في ذهن الطفل. لا والله انا ابويا قال لي ما تعملش الحاجه اللي تغضب ربنا، انا امي قالت لي اللي في حاجه اسمها قوامه الرجل، انا امي قالت لي ازاي ابقى عارفه ربنا عز وجل في معيه ربنا، اصلي واصوم واعمل اركان الاسلام. ده اللي احنا بنعمله في اولادنا. طب سيدنا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان عنده عيله، العيله دي كانت بترسخ جواه مبادئ الخير والرحمه والحب. اتكلمنا الايام اللي فاتت عن سيدنا النبي وعيله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خليني اراجع معاكم ايه الروابط النفسيه والذهنيه اللي عملوها في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى ليه في خير كبير قوي قبل حتى ما يبقى فيه الرساله النبويه. اول حاجه كان جده هاشم كان هو اللي بيكسر الخبز للناس في مكه عشان ياكلهم، وهو اللي كان ماسك السقاية والرفاضة. فأول درس بنتعلمه في السيرة من قبل الرسالة هي اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن عطاء جده هاشم. وقلنا برضو جده هاشم كان اسمه عمرو وسموه هاشم عشان هو من هشم الثريد، يعني هو اللي كسر الخبز للناس وأطعمه. فأول حاجة هي قوة العطاء، قوة الخير. طيب وجده عبد المطلب نفس الكلام، كان عنده حاجة اسمها قوة المحبة. قوة المحبة ازاي؟ في الأول قوة الخير عند جده هاشم، ونفس القوة عند جده عبد المطلب ورثها عن هاشم. برضو كان بيمسك السقاية والرفادة في مكة. كان بيعمل كده بس؟ لأ، ده كمان هو اللي حفر بئر زمزم، سقي الماء، برضو هو اللي بيسقي الناس في مكة، هو كان سبب ان يبقى في زمزم، ربنا رزقه بالرؤية عشان يعيد حفر بئر زمزم تاني. قوة الخير وقوة العطاء. طب هو كان بيعمل ايه تاني؟ كانوا الناس في مكة مسمينه ثلاث حاجات: مطعم طير السماء، والفياض، وشيبة الحمد. شيبة الحمد لان هو كان الناس بتحمده كتير قوي قوي، فالناس كانوا مسميه شيبة الحمد، ده قلناه قبل كده، لان كان عنده شعرة بيضة مولود بيها، فكان الناس بتحمده كتير وبتشكره على صنيعه الطيب كتير فسموه شيبة الحمد. وكان بيطعم الطير على رؤوس الجبال والوحوش برضه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اترسخ في ذهنه فكرة العطاء والخير. طيب عبد المطلب عمل ايه كمان؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ولد يتيم، وكان وعرفنا في المعنى ده قوة المعية من ربنا عز وجل. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ان ربنا وليه، فبقى عنده قوة المعية. طب واللي اتعلمه من جده ايه تاني؟ قوة الحب. اتعلم قوة الحب من جده. جده كان بيقعده جنبه ويمسح على ظهره، كان بيحبه قوي، فعلمه معنى الحب. كان بيعمل ايه؟ علمه قوة الاعتزاز بالنفس، ومش هو بس، هو والسيدة آمنة. ازاي؟ السيدة آمنة لما حليمة السعيدية جت قالت لها يعني انا خفت عليه لا يكون حصل له حاجه، راحت السيده امينه قالت لها: افتخوفتي عليه من الشيطان؟ فقالت لها السيده امينه، راحت قالت لها ايه: لا والله ان لابني لشانا، ده هيبقى لي شان قدام سيدنا النبي. فعززت قوه الثقه في نفسه. طيب وجده عبد المطلب نفس الكلام، عزز قوه الثقه في نفسه. كان بيقول للناس ده هيبقى لي شان، ويخليه قاعد جنبه يسمع أحاديث الكبار في كبار قريش، ما كان سيد قومه، وكان بيقعده على عبايته اللي ما فيش حد يقدر يجي جنبها غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناخد اتصال ونرجع لكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ ازاي حضرتك؟ اتفضلي. إيه لو سمحت، انا عايزة اعمل لك اسألك على سؤالين لو سمحتي. اتفضلي. إيه انا عايزة اعرف كيفية اداء الصلاة النهارية واوقات استجابة الدعاء إليه. طيب انا غير متخصصة في ذلك، لكن انا ممكن على حسب علمي اقول لحضرتك. شكرا جزيلا. طيب احنا اتكلمنا على قوة الثقة بالنفس اللي اداها له جده عبد المطلب والسيدة آمنة. طب ادوله ايه كمان؟ السيدة آمنة قبل ما يتوفاها الله علمته قوة البر. هو في حاجة اسمها قوة بر؟ اه، هي أبرته وخلته بر أبوه في قبره، وخليته بار بأهل أبوه. هعيد عليكم اللي حصل تاني. لما بلغ 6 سنوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خدته من إيده في المدينة، هما كانوا في مكة، وخليته راح المدينة بلد تانية عشان يزور قبر أبوه بيبر أبوه. تاني بر عملته راح علشان يشوف أخوال أبوه بني النجار. صلة الرحم عززت جواه صلة الرحم والبر. يعني أبوك مش موجود، خلانك موجودين وأعمامك موجودين، صلة الرحم والترابط، واللي أوصى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أقدار ربنا عز وجل هيرجع المدينة تاني وهيقولوا له طلع البدر علينا. كلنا عارفين طلع البدر علينا الأغنية اللي احنا بنقولها دايما، ده اللي استقبلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، طلع البدر علينا، أهله حبايبه صلة الرحم. طيب عززت قوة البر، وعززت جوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوة الاعتقاد. يعني ايه قوة الاعتقاد؟ يعني انا باجي اقول لابني انت هتطلع حاجة كبيرة قوي في المستقبل، فهو علماء النفس بعدين قالوا لقوة الاعتقاد اللي انا قرر على نفسي نفس الحاجة اللي انا نفسي اعملها، فبتبقى عندي مبدأ راسخ، فبحس الحاجة دي سهلة قوي تتعمل. فانا بقول لابني انا واثق ان انت هتعمل حاجه، انا واثق ان انت هيبقى ليك شان. كل اللي بيضحك على احلامه واللي نفسه يحققه، لا والله انا عارف ان انت هتحققه، ما تبصش ليهم خالص، كمل في طريقك وانا معاك. ده الاب والام السند لولاده. لازم اعزز ثقه النفس في طفلي. وبكده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف قد ايه قوه الثقه في النفس وازاي يقدر يحدد هدفه. بعدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا قوة العمل. إزاي؟ هكمل معاكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي راح اشتغل وهو في بيت أبو طالب في رعي الغنم. النبي كان عنده 8 سنين، بسن 15 سنة كان بيرعى غنم. بس رعي الغنم ده كان سنة الأنبياء، يعني الأنبياء كلهم كانوا بيرعوا غنم. اشمعنى رعي الغنم؟ رعي الغنم بيخلي فيه عند الإنسان صبر، وصبر شديد وقوة تحمل شديدة، لأن الإبل والبقر بيقعدوا في نفس المكان، لكن الغنم بيتشتتوا، بيبقى كل واحد فيهم في مكان، فلازم يبقى الإنسان عنده صبر اللي هو يقدر يجمعهم. رعي الغنم علمه إزاي يقدر يجمع شتاتهم، وإزاي يقدر يحافظ عليهم من العدو. إزاي؟ مش بيبقى فيه حيوانات برية عايزه يعني تفترسهم او حاجه شبه كده، فهو كان بيحافظ عليهم. فهو كده عرف يجمع امه بحالها، ازاي يجمع وازاي يقدر يحافظ عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده قلنا قوه العمل. نزل وقال لعمه ابو طالب انا لازم اشتغل، فقوه العمل. الناس اللي دلوقتي او شباب، بعض الشباب اللي يقول لك انا هاخد مصروفي من امي او من ابويا، لا، سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت تشتغل بايدك، تشتغل وتعرف ازاي تعتمد على نفسك، مش اللي انت تاخد من ابوك او امك. لازم تحس بعمل ايدك، وده اللي قال عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اخر درس هنتعلمه في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجه من السيده خديجه، وهي لما الدنيا بتقفل قوي على البني آدم، ربنا كده بيمهده لحاجة وخير كبير هو ما يعرفهوش. النبي صلى الله عليه وسلم جرب اليتم، وجرب يتنقل بين تقريبا 5 بيوت، والناس كانت عادته من جوه بيته وجوه أهله،
بس ربنا عز وجل اعزه. فانت لما تكون في ابتلاء او في مصيبه ما تقولش ايه ده، هو انا ربنا عمل معايا كده ليه؟ لا، ده ربنا بيحبك عز وجل، يمكن بيأهلك لخير كبير انت ما تعرفوش، يمكن بيأهلك لمنحه كبيره انت ما تعرفهاش. زي الايام دي لما احنا عندنا ابتلاء وكلنا قاعدين في البيوت، فاحنا الدنيا عندنا، لا والله ده خلى في حب للخير، الناس بقت بتسأل على بعض، الناس بقت عايزة تتصدق أكتر، الناس بقت حاسة بحال الناس التانية، ده خير كبير من المولى عز وجل. عشان كده احنا هننتقل لفقرة الخير مع أهل الخير ومثلث الخير. مثلث الخير اللي فيه إطعام طعام وفيه سقي ماء وفيه تسقيف بيوت أسطر مسلم. وأنا بشكر كل أهل الخير اللي ساهموا معانا في كل الخير الكبير ده. يا رب يا رب ربنا يتقبل منا جميعا ونكون عتقاء من النار الليلة إن شاء الله. أسيبكم على التقي وارجع لكم تاني. والشوق منا علشان مشوار بدأناه مع بعض ومصرين إن احنا نكمله سوا. زكاتك السنة دي لجمعية البر والتقوى. علشان نكمل مشوار بدأناه مع بعضنا ومصرين نكمله مع بعضنا، زكاتك السنة دي لجمعية البر والتقوى، ايديكم معانا علشان نكمل المشوار. علشان مشوار بدأناه مع بعض ومصرين ان احنا نكمله سوا، زكاتك السنة دي لجمعية البر والتقوى.